بعمري ما فرضت عليك شيء، بس توصل انه ابنك عم يشرب كحول وعلى عينك يا تاجر تخينه. شو هي على عينك يا تاجر؟ احمد انت سمعان حالك شو عم تحكي؟ عيب عليك تحكي معي بهالطريقه؟ يعني اكيد ما تركت الاناني بين ايدين الصبي اصلا. كل القصه انه انا كان لازم احطهم بالفريزر قبل ما فوت غير ثيابي. وهذا غلط مين برايك؟ غلطي انا ما قلت غير هيك، انا عم بعترف انه انا غلطانه، بس ما توقعت رده فعلك تكون بهالطريقه، كان لازم القصه تموت بارضها، تحديدا انه انا مقصوده. مقصودة ولا ما أنا مقصودة، حريتك على عيني وراسي، بتاكلي اللي بدك يا بتشربي اللي بدك يا، بس ابني بتبعديه عن هدول القصص. هدول القصص؟ حياة الله شي بضحك. يلا ماشي الحال، خلص انت معصب وما رح دقي على كلامك، بس عموما هي القنينة كان ممكن يكون فيها اي شي تاني مؤذي لطفل صغير مثل كلور مثلا. حريتك حبيبتي، نحن من البداية اتفقنا إنه هذا الحكي كله خلص خلص أحمد، الله يوفقك، خلينا ننهي النقاش هون لأنه الأمور عم تتطور ورح تأخذنا لمطارح تانية وشي عيب نحكي فيه في مانع لي أكيد، فأنا بعتذر ومنك السماح. ريتا